اهلا وسهلا بيكم. بص، انا النهارده كنت ايه، قلت اعمل فته كده، يعني عندي لحمه مسلوقه جاهزه، فقلت ايه اعمل جنبها فته، فقلت بقى اشارككم معايا وانا بعمل فته النهارده. بص، انا بقطع العيش عيش بلدي طبعا، وبعدين بقطعه صغير خالص وحمصه. انا عندي اللحمه جاهزه مستويه، يبقى خلاص ما عنديش حاجه تانيه غير ان انا هعمل الرز الابيض وشويه صلصه كده سرع، ولو عندي كمان هدور على كيس صلصه في الفريزر دلوقتي واشوف لو في كيس صلصه يبقى ان انا مسبكاها، يعني يبقى خير وبركه. هعمل لها يا دوب طشه التومه وبعدين الرز الابيض بس كده. وانا بقطع بقى العيش كده، عشان كان الفريزر على فكره طلعته كده وسبته يرتاح شويه. وبعدين بص بقطعه، بص بقطعه ازاي هنا، صغنن خالص كده كده. فتفيت هقول لكم انا خلاص في الاخر، انا بحكي لكم دلوقتي. انتوا عارفين ان حكايه الفته دي اصلها فرعوني، يعني الفته المصريه، الفته المصري دي احنا عارفين ان هي فته مصريه اصيله، فاصلها من ايام الفراعنه. كانت بقى ايه، كانوا بيسموها فته ليه؟ لان بيعملوها من فتات الخبز، من فتات الخبز، يعني فتافيت العيش ومعاها الرز، تمام؟ وكان يعملوا قدها معاها اللحوم بقى، وايه طبعا كان لحمه طبعا بس، او لو هنعمل مثلا يذبحوا خروف الكلام ده كله. وبعدين بعد كده قعدت معانا من العهد الفرعوني، استمر مصر لغايه ما جه الفاطميين. زودوا لها ايه بقى؟ زودوا لها الصلصه، يعني بس كل ما بيمر علينا عصر كده بنزود لها حاجه، لسه نجلاء هتزود حاجه بس ايه خليها في الاخر. فجم بعد كده الفاطميين زودوا لها الصلصه، وبعدين مشينا شويه، جه بعد كده في العصر الحديث بدانا ان احنا نزود بقى ايه الفته والخل والثوم عشان نزود حلاوه الايه الفته. وبعد كده كمان جاب ايه، كان اصل بيقول كمان ان الفته فيه فته شامي اللي هي بيعملوها بالحمص، يعني بدل اللحمه تبقى ايه، تبقى حمص. كان الفاطميين بقى لما خدوا الفته بقى، لما جم عندنا مصر وخدوا الفته مننا، عشان هم كانوا عايزين الشعب يحبهم باي طريقه، فحطوا عملوا لهم الفته وكانوا بيوزعوها وزودوا لها الصلصه دي اكرم منهم كمان، يعني صلصه الطماطم، وراحوا ايه وزعوها بقى على الشعب كله في الاعياد والمناسبات، خصوصا عيد الاضحى كان يذبحوا بقى ايه ويعملوا صواني ويوزعوا على كل الشعب. بعد كده ما احنا بقى بعد شويه زودناها الخل والثوم، واحنا كنا فاكرين العكس، يعني فاكرين اول الخل والثوم ده اصل الفته، طلع لا كان الصلصه، الصلصه دي احنا زودناها قالينا حاجه من عندنا وهي لا اثريه من ايام الفاطميين. بعد كده رحنا زودنا لها الايه الخل والثوم، وبعد كده بقى ايه زودنا لها ايه تاني احنا زود لها ايه بقى يا شباب، بيسموها حتى تسقيه، يعني هم كان الاول في مناطق حتى في الشام بيسموها تسقيه مش بيسموها فته، احنا بنسميها فته عشان عارفينها اللي هي بفتيات الخبز من ايام الفراعنه. شويه كده بيسموها تسقيه، ليه تسقيه؟ لان بيزودوها بقى شوربه، وكانت بتبقى عايمه في الشوربه. فتلاقي اماكن عندنا هنا في مصر اماكن تحب الفته كفتات خبز كده، فيها فته العيش باين والرز كده حلو كده، يا دوبك عليها شوربه الفته او الطشه بس. وبعد كده لا، في ناس بقى من مصر هنا برضو بيحبوها اللي هي زي التسقيه، يعني فيها الشوربه كتير، يعني الشوربه المطوم دي بيصبوها عليها بتبقى ايه كتير كده. فدي كانت بقى حكايه الفته. في كمان بيقول لك ان هي اصلا اول ما بدات كان في كاهنه قدمت ذبحت خروف وحطت فيه بقى برغل وحطت فيه العيش والرز وكل الكلام ده، وقدمته للالهه يعني في اعيادهم برضو. وبدات من هنا يتطور بقى موضوع الفته، ويطلعها هي فرعوني فته مصريه اصيله بالخل والثوم والصلصه، ودي طبعا بتبقى ايه، بتبقى احلى فته احنا عارفينها طبعا، لا يخلو بيت منها، غني فقير كل المستويات بتبقى فيها ايه الفته المصريه الاصيله بتاعتنا. وطبعا افتكرت الحكايه وانا بقى ايه بقطع العيش كده للفته، بص انا عملته ايه صغننات كده صغننات، انا يا دوبك هحط عليه بقى ايه سمنه وادخله الفرن، او احمره على الايه في الزيت زي ما انتوا بتحبوا بقى، ماسك كفايه يعني معلقه سمنه كده بسيطه وادخله الفرن، ويا اما احمره لو عايزين تحمير اكتر هيبقى زي بحمر البطاطس. واستنوني في حكايات اكلات جديده. شكرا.